تكونوا بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله ودائما في اطار تحضيرات شهر رمضان اللي دخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا، وفي اطار الاسبوع الخاص بالحريرات المغربيه التقليديه الاصيله، من بعد ما كنت معاكم في الفيديو اللي قبل في المطبخ الريفي من مدينه الحسيمه، اليوم ان شاء الله وكاخر فيديو في سلسله الحريرات المغربيه الاصيله ختامه مسك، من مطبخ عريق، مطبخ غني على التعريف من بين المطابخ المغربيه اللي هو المطبخ الفاسي من مدينة فاس والكل في فاس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحريرة الفاسية على حقها وطريقها، الوصفة التقليدية والزمانية ديال ناس زمان في تحضير الحريرة الفاسية. هاد الحريرة اللي كتكون جد مميزة، المكونات ديالها تقريبا شويه مختلفين على الحريره الحمضه المغربيه اللي كنعرفو كاملين وكنحضرو كاملين من طنجه للقويره. هذه الحريره هذه مناسبه للناس اللي عندهم مشاكل عسر هضم بالنسبه للقطاني في وقت رمضان، اولا الناس اللي ما كيقدروش على القطاني، الحماص والعداس كيكونوا شويه ثقال. هذه الحريره غزاله بزاف، المكون الاساسي ديالها هو اللوز، كتجي خفيفه بنينه بمذاق اللي كيجي رائع، حريره مخزانية صراحة من طراز الرفيع ديال النهار الكبير. جايين عندكم ضياف بغيتو تفرحوا بهم في رمضان، تزينوا بها المائدة الرمضانية ديالكم من ألد ما يكون. المطبخ الفاسي معروف وغني على التعريف، راقي وعريق. بقوا معي حتى الأخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقة تحضير الحريرة الفاسية المخزانية. اول حاجه غادي نبدا بها في هذه الحريره الفاسيه هي مطشه. خديت هنا تقريبا من 7 حتى 8 الحبات متوسطين ديال مطشه، طيبين مليح وحمرين. تاكدوا ان مطشه باش غتخدموا لا سواء في الحريره المغربيه او الحريره الفاسيه تكون طيبه مليح وحمراء، اهم حاجه تكون اللون ديالها احمر. خديت هذه المطشه وقسمتها على 4، حيدت ليها الزريعه ديالها، الزريعه صفيتها باش ناخذ هذيك العصاره ديال المطشه، غادي نزيدها على هذه المطشه اللي قطعت هكذا. غادي نزيد شويه ديال الملح على هذه المطشه، وغادي ناخذ هذه القطع ديال المطشه نديرهم فوق عافيه مهيله ونخليهم حتى كتدبال المطشه وكطيب وكتطلق الماء ديالها. ملي كديروا هذه الطريقه المطشه، الحموضه ديال المطشه كتزيد تركز، كتطلق لاسيد ديالها بفعل الحراره وكيتركز المذاق ديال المطشه، ماشي بحال اللي درتوها هكذا خضره نيشان في الماء. بهذه الطريقه كتحسوا بالمذاق ديال المطشه وانتم كتشربوا حريره. غادي نديرها على عافيه مهيله وندوز للنصيب ديال الحريره. بالنسبه للنصيب ديال الحريره، شخصيا كنطيب جميع انواع الحريرات المغربيه في الطين. عندكم الطين خدموا به، ما عندكمش خدموا بكوكوت او بطنجره، دائما كيبقى الطين احسن اختيار للطياب. غادي نبدا، عندي هنايا نص كاس وشويه ديال الزيت البلديه، ديال كاس العنبه، العبار دائما بالكاس ديال العنبه، كتعبروا نص كاس الزيت وكتزيدوا شويه. غادي نزيد عليه حبه متوسطه ديال البصله، شللتها رقيقه، انا دوزتها في الروبو باش كيشللها رقيقه، ما كتبقاش هكذاك مفرشه، من الاحسن خدموا بالبصله الحمراء كتجي زوينه في الحريره. غادي نزيد تقريبا 4 ديال اللحم الغني مقطع هكذا على شكل مكعبات متوسطين، ما عندكمش الغني خدموا بالبقري. غادي نزيد عظيمات ديال الغني، بالنسبه للعظام حتى هو ما توفرش عندكم الغني خدموا بالبقري، غير هو دائما بالنسبه الحريرات المغربية الغني كيبقى اختيار رقم واحد.
غادي نحرك هاد المكونات يتشحروا مع بعضياتهم حتى كتحسوا بدوك التقطعات ديال اللحم وديك البصله تشحروا. نعاود نرجع من بعد ما تشحروا دوك اللحيمات مع البصله غادي ندوز دابا لباقي المكونات. عندي هنا زلافه متوسطه ديال اللوز البلدي، خديت اللوز البلدي خويته على الماء طايب وفسخته ورقدته في الماء، خليته ليله كامله رقد في الماء. غادي نزيد هاد الزلافه متوسطه ديال اللوز، من الاحسن نخدموا باللوز البلدي كيعطي مذاق زوين لهاد الحريره. عندي هنا زلافه كبيره ديال ربيع مخلط ما بين قزبر ومعدنوس، غادي نزيد نصها دابا ونص الاخر غادي نخليه حتى للتالي. زلافه كبيره ديال الكرافس، خليط ما بين الكرافس البلديين والروميين، مقطعين هكذا رقاق. غادي ندير نص هاد الزلافه كبيره ونخلي نص حتى هي حتى للتالي. معلقه صغيره القهوه ديال السمن الحار اولا السمن بودره الخاص بالسكسو، وغادي نزيد التوابل اللي غادي نحتاج فيهم. معلقه كبيره ديال سكينجبير بلدي مطحون، معلقه ديال القهوه صغيره ديال الابزار الابيض، معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي مطحون، شويه ديال الزعفران شعره، نص معلقه صغيره ديال القهوه ديال القرفه البلديه مطحونه ومغربله، وعندي هنا اربعه د الحبات كبار ديال المسكه الحره. الا عندكم حبات كبار ديروا اربعه، عندكم المسكه الحره اللي كتكون هكذاك حبات صغيره ديروا من سبعه حتى لثمانيه ديال الحبات، زعموا شويه المسكه. غادي نزيد هاد التوابل وغادي نزيد شويه ديال الملحه، نتوما الملحه كتملحوا على حسب الذوق ديالكم كي كتبغيو الحريره. غادي نخلط هاد المكونات اللي زدت يتشحروا واحد شويه عاد ندوز باش نبلل. من بعد ما تشحروا المكونات مليح مع بعضياتهم غادي ندوز باش نمرق. بالنسبه للمرق اول حاجه غادي نمرق بها هي الماء فاش رقد هذاك اللوز. دائما الماء اللي كترقدوا فيه اللوز ما عمركم ترميوه، هو باش كتبللوا وكتكملوا البلول اللي خاصكم اولا المرق اللي خاصكم بالماء طيب. انا هذا الماء ديال اللوز سبق لي وسخنته غادي نمرق به. من بعد ما مرقت غادي نغطي هاد القدره نخليها على عافيه متوسطه حتى كتجيب الغليه، من بعد غادي نقص عليها ونخليها على عافيه مهيله حتى كيطيبوا هذوك الحبات ديال اللوز وحتى القطعات ديال اللحم. بالنسبه للناس اللي بغاو يطيبوا في الكوكوط راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت دغيا كطيب الحريره. من بعد ما كيطيبوا هذوك القطعات ديال اللحم والحبات ديال اللوز غادي ندوز دابا باش ندور الحريره بهذيك مطيشه اللي طيبت. مطيشه مني خليتها في المقله على نار مهيله حتى كطيب كتحسوا بها دبالت وتلقات هذاك الماء ديالها وما بقاتش قاصحه، كتاخذوها وكتطحنوها في الطحانه ديال اليد ديال المطيشه باش كتحصلوا على مطيشه اللي كتكون هكذا مركزه، كتكون نسبه الحموضه فيها شويه طالعه. غادي نزيد هذه الكميه ديال المطيشه. مطيشه ملي كتكون كطيب في المقله ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. غادي نحرك هاد الحريره مع مطيشه اللي زدت باش كينسجموا مع بعضياتهم، وغادي نخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه عاد ندوز نكمل باقي المراحل ديال تحضير هاد الحريره. الحريره من بعد ما زدت ليها هذيك مطيشه وخليتها تقريبا واحد 4 ساعه كتغلى، غادي ندوز دابا باش ندور الحريره. غادي نحتاج للتدويره شويه ديال الشعريه، من الاحسن نخدموا بهاد الشعريه اللي كتكون هكذا رقيقه، ما تخدموش بالغلا دابا باش ما تجيكمش حريره معجنه. انا سبق لي غسلتها ونشفتها. جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك. غادي نحرك هاد المكونات اللي زدت، غادي نزيد هذيك الكميه اللي بقات ديال الكرافس، الكميه اللي بقات ديال القزبر ومعدنوس. غادي نحرك هاد المكونات مليح حتى كينسجموا مع بعضياتهم وندوز باش ندور الحريره. بالنسبه للتدوار ديال الحريره الاختيار كيرجع لكم. الحريره التقليديه الاصيله كدور بالخميره البلديه والدقيق والماء. الناس اللي بغاو يديروا هاد الطريقه كتاخذوا قياس جوج معلقات كبار ديال الخميره البلديه، كتلقوهم شويه ديال الماء وتزيدوا عليهم شويه ديال دقيق القمح اللي كيكون منخول ومغربل مليح، وهو باش كدوروا هاد الحريره. الناس اللي ما بغاوش هاد الطريقه هادي وكيفضلوا الطريقه ديال الدقيق العادي ديال الفورس كتخدموا عادي، كتاخذوا كميه ديال دقيق الفورس كتزيدوا عليها الماء كتحركوا مليح وكتصفوه باش كتحيدوا دوك الكتل ديال الدقيق وكتدوروا الحريره ديالكم. غادي ناخذ
هنا كميه ديال التدويره وغادي نبدا ندور بها الحريره. بالنسبه للكميه ديال التدويره اللي غادي تخدموا بها كترجع لكميه ديال الحريره اللي نتوما دايرين، عينيكم ميزانكم. غادي نبدا نخوي في التدويره وانا كندور حتى كنحس بهذيك المغرفه بدات كتقال في يدي. بمجرد ما تحسوا بالمغرفه بدات كتقال حبسوا الاضافه ديال الدقيق، خاصها شويه بركه عليها. هذا هو القياس ديالها حيت ما حدها كطيب وهي كتعقاد. فهاد المرحله دائما نتوما كتنبتوا حدا القدره، حيت الا ما نبتوش نتوما القدره غادي تنبت وغادي تلصق هذيك التدوره، داك اللوز غادي يتحرق بالدقيق. اللهم نبتوا نتوما غادي نبقى على راس كل دقيقه كنحرك في هاد الحريره باش كتفادوا انها تلصق وتحرق، باش كتعرفوا الحريره او الدقيق ديك التدويره ديال الحريره راها طابت. الحريره ملي كتزيدوا فيها التدويره كتبدا كتغلى، كدير واحد الرغوه في الوجه ديالها كيكون اللون ديالها ابيض. ملي كتحيد هذيك الرغوه ما كتبقاش بيضه وكيولي اللون ديالها بحال اللون ديال الحريره، صافي كتحبسوا الطياب. هذيك الساعه راه هذيك علامه انه الدقيق راه طاب. الشكل النهائي ديال الحريره الفاسيه المخزنيه من بعد ما كتاكدوا مليح ان هذيك الخميره البلديه باش دورتوها ولا الدقيق طاب مليح وكتصحوا الذوق ديالها بالنسبه للملحه، كتجي هكذا كتجي حمراء معكره. القوام ديالها كتكون متوسطه، ما خصهاش تجي خفيفه بزاف وما خصهاش تجي قاسحه ثاني بزاف. المذاق رائع، واحد النكهه وواحد الريحه فيها الربيع مع الكرافس مع النكهه ديال اللوز البلدي والقطعات ديال اللحم الغنمي، كيعطيو حريره من طراز رفيع مخزانيه بامتياز 100%. بالاضافه للمذاق ديال المسكه الحره كيعطيها واحد النكهه وواحد المذاق لي توب رائعه 100%. نتمنى انكم تجربوا هذه الحريره الفاسيه وتردوا عليا الخبر في التعليق ديالكم كي كانت النتيجه ديالها، رغم انني متاكده 100% غادي تعجبكم. وكنأكد وكنعاود على المذاق ديال المسكه الحره في الحريره الفاسيه، راه كتجي مميزه. الوصفه التقليديه الاصيله ديال الناس زمان في مدينه فاس لتحضير هاد الحريره هذه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، ونتمنى الوصفه ديال الحريره الفاسيه المخزنيه تكون عجبتكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشانكيش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر والف تقدير للكلام الطيب اللي كتخليو ليا في التعاليق. كان هذا اخر فيديو بالنسبه للاسبوع الخاص بالحريرات المغربيه. الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي يكون عندي معكم اسبوع كامل ديال المملحات المغربيه، وصفات مملحات كما عودتكم على قناتي شواد دار المخزن حصرية على اليوتيوب وعلى قناتي. نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في فيديو الجاي والأسبوع الجاي مع المملحات المغربية بالطراز الرفيع. على بخشن، تشاو.